بعد هذه الموقعة حمل مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس اللاعبين مسؤولية التعادل السلبي أمام منتخب الأردن. وفي مؤتمر صحفي بعد المباراة أشار كاساس إلى أن الشوط الأول لم يكن جيدا، حيث لم يطبق اللاعبون التعليمات التي تم العمل عليها خلال الأسبوع الماضي، مرجحا أن ضغط المباراة كان أحد الأسباب. كما أوضح أن الجماهير والإعلام قد وضعوا الكثير من الضغوطات على مباراة لا تستدعي ذلك، مؤكدا أن الضغط زائد ليس في مصلحة المنتخب الوطني في قادم المباريات. وصف أو قدم نجم المنتخب الوطني أيمن حسين اعتذاره للجمهور العراقي على نتيجة التعادل أمام نظيره الأردني، وشكر حسين الجمهور العراقي على حضوره ومؤازرته للمنتخب، وفي نفس الوقت يعتذر منهم ويعدهم بتحقيق 3 نقاط في المباراة القادمة، لافتا إلى أن منتخب الأردن قوي ومحترم. وصف رئيس الاتحاد العراقي بكرة القدم عدنان درجال تعادل منتخبنا الوطني مع نظيره الأردني بطعم الخسارة، معربا عن أمله بالتعويض في مباراة عمان القادمة. وقال أن تعادل المنتخب الوطني مع الأردن كان تعادلا بطعم الخسارة، مؤكدا أن المباراة لا تليق باسم وسمعة المنتخب العراقي، وأضاف أن هذه المباراة ليست نهاية المطاف وسيتم التعويض في مباراة سلطنة عمان المقبلة. أعرب عدد من لاعبي المنتخب الأردني عن رضاهم بالنتيجة التعادل أمام المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم. هارد لك إلنا وهارد لك للمنتخب العراقي، نتيجة جيدة ولكن قدر الله ما شاء فعل، كنا بنقدر نخطف 3 نقاط ولكن ما توفقنا والحمد لله رب العالمين. نقطة إيجابية من فم الأسد يعني من المنتخب العراقي على الأرض بين جماهيره، يعني ماذا كان ينقص المنتخب الأردني كي يفوز؟ المنتخب الأردني منتخب قوي والكل بيعرف إنه المنتخب قوي الحمد لله، بس ما توفقنا في هذه المباراة، بنقدر نطلع ب3 نقاط ولكن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، تعادل ونقطة خارج الديار أفضل من لا شيء قدام منتخب كبير المنتخب العراقي، كذلك الأمر بالنسبة لهم قدام منتخب الأردني اللي هم عارفين قيمته وإحنا عارفين قيمة المنتخب العراقي. كأس العالم والتأهل لكأس العالم بيحتاج نفس طويل، بتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربية والمنتخب العراقي وإن شاء الله إنه قادرين نحقق التأهل لكأس العالم. ماذا كان ينقص المنتخب الأردني في الفوز؟ والله بصراحة يمكن نجاح الهجومية ما كانت، أنا زي ما حكيت قبل ما متعنا الجمهور يمكن هجوميا، لأنه إحنا عارفين مباراة كبيرة، مهاجمين المنتخب العراقي مهاجمين على مستوى عالي، كذلك الأمر في المنتخب الأردني اللي بيمتلك عناصر يعني الكل بيعرفها، يزن، موسى، علي، مرضي، البدلة، كان كل فريق حاسب حساب لهذه العناصر، وشفنا مباراة مقفلة متوازنة، لكن إن شاء الله بقادم الأيام نقدر نحقق المقصود. النقطة بالمباريات المباراة ما كنا راضيين عليها، ولأنه كنا نشوف العراق منتخب العراق أتوقع كان اليوم مضغوط زيادة من الجمهور، بعكس إحنا اللي كنا مرتاحين، لكن نقطة أكيد أمام هالجمهور الكبير. نقطة كبيرة أمام الجمهور الكبير أمام منتخب العراق، أكيد إحنا منتخب العراق منتخب محترم، لكن عطفاً على اللقاء اليوم وعدم ثبات مستوى المنتخب العراقي في مباراة اليوم، أتوقع أنه إحنا حضرنا في الشوط الأول، لكن إن شاء الله هي النقطة تعزز رصيدنا في سباق التأهل. رأيك نهاية التصفيات ميسي يكسب البطاقة الأولى؟ أكيد كثير على الحكي، بكير على الحكي كثير، وبكير حكي على الحكي على البطاقة الأولى، أكيد منتخب كوريا منتخب كبير ومتمرس في آسيا، لكن مجريات كرة القدم تتغير في لحظات. بالعكس طلع كيف بضحك معك. ولا في المباراة لا. أنا متعود على جمهور العراق، لكن حتى اللاعبين عادي، ممكن مش راضي على مستواه، ممكن زعلان كان حابب يقدم أكثر للمنتخب، شيء طبيعي، لكن إن نكون عصبيين لا لا. الله يسلمكم يا رب. بالرغم من المنافسة اللي صارت في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الشعب العراقي عكس صورة إيجابية واستقبل الشعب الأردني بكل رحابة. حتى نكون صريحين وصادقين، أنتم ما قصرتوا باستثناء النشيد الوطني. أها الجمهور العراقي. باستثناء النشيد الوطني نعم. لا بسيط، لكن احنا ما راح نطلع على النقطة السلبية فقط.
تباينت آراء الجماهير الرياضية في بغداد حول أداء منتخبنا الوطني، حيث أعرب بعض عن تأييد للأداء، بينما انتقد آخرون المستوى العام للفريق في هذه المباراة. احنا بملعبنا و65 ألف متفرج وخايفين للدقيقة 80 85 تلعب مهاجم إضافي ثاني، وتلعب بعدين دقيقة 93 مهاجم إضافي ثالث. شو وقت لعد الكرة مالتنا تتطور نلعب بالقاع؟ يا أخي ماكو جملة تكتيكية. أنت تابع المباراة، هسه هو طيح 93 دقيقة، ثلاث دقائق، ويزين هذا أبو ليلى وقع مالتهم دقيقة، 95 دقيقة ما عندك شو صحيح على الجول، ما عندك ربط بين الخلف المدافعين ولا إشباهية تسوي لك، سنتر شوت ماكو صحيح، عرضية دبل باس، ثلاث باصات على الجول، ثلاث باصات 1 2 ماكو. يعني منتخب ما يلبي الطموح، منتخب أغاضنا بصراحة، كلش أغاضنا وتعب نفسيتنا. نتمنى العراق في يوم من الأيام يلعب لعبة اللي هي لعبة التيكي تاكا، تمام، باص 1 2 3 أصل للجول تشوت شوت عدل. ما صارت عندنا هجمات اللي هجمات اللي تصير هي برجل اللاعب وشوتها برجله. المرتدات اللي لعبوها كلها هي كلها مرتدات عالية. الأغلاط اللي قاعد تصير هي أغلاط تدريبية، يعني ماكو انسجام بين المدرب وبين اللاعب. يعني مثل ما شفنا احنا بالمباراة هسه، طبعا كاسا سوى هيك براسه، لان اذاري انه هنا ماكو تفاهم بين اللاعب وبين المدرب، فان شاء الله يشتغلون على هذا الشيء، انه هو لعب التيكي تاكا واللعب يوصل باص 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 حتى ما يوصل لنا الجول. هو هذا اهم من المرتدات العاليه. الكرات العاليه رجعونا قبل 2007 واخذنا الكاس، هم شاءت المباراه لحد يومك هذا ما غيروا اي نظام من نظام اللعبه، هي كل مباراه عاليه. كنا يعني متمنين انه العراق يفوز اكثر من هذا الشيء. خيبه شويه صارت لنا بسبب المباراه اللي صار بها، بس ان شاء الله ما قصروا ولدنا، لعبوا أدوا سووا اللي عليهم، بس احنا نحتاج منهم الافضل وان شاء الله يقدمون لنا اياه باللعبات القادمه. كنا متفائلين انه المنتخب العراقي هالمباراه يفوز ونصعد الكاس العالم، هي هاي كنا منتظريها، مو بس احنا منتظريها، الشعب العراقي باكمله من زاخه لحد الفوق كنا منتظرين انه صعود الى كاس العالم كمنتخب عراقي بارضه بين جماهيره. بالاضافه احنا نحب نقول ان شاء الله القادم افضل، اكيد كنا نتمنى الفوز بس ما حالفنا الحظ. المنتخب كان بالشوط الثاني افضل من الشوط الاول، التبديلات كانت متاخره، واللي ننتظره يعني القادم، ونتمنى يا رب ان شاء الله الصعود لكاس العالم. وفي ذي قار اعربت الجماهير الرياضيه عن حزنها على اداء ونتيجه التعادل السلبي امام الاردن، مطالبه بضروره التعويض في المباراه القادمه امام المنتخب العماني. المنتخب اليوم متوسط، يعني اليوم المفروض بين ارضه وبين جمهوره يحصل ثلاث نقاط، والفرق المقابله مو ذيك الفرق القويه، وبالذات فريق الاردن. اليوم فريق الاردن مشتت، لكن المنتخب العراقي ايضا ما قدم مستوى يليق بهذا الجمهور اللي ملا مدرجات الملعب. اداء المنتخب اليوم سيء جدا، وما اعرف يعني احنا معلين سقف طموحاتنا، لو المنتخب هذا مستواه واللاعبين، احنا نحتاج اصلاح شامل. يعني احنا اليوم ما قدرنا نبني اي كره من الخلف، يعني ثلاث لاعبين من عندنا اذا يضغطهم لاعب واحد من المنتخب الاردني يشتتون الكره، وبغض النظر عن بقيه يعني لاعبين المدافعين، يعني الكرات يقدر يسترجعها نبني بها هجمه هو يشتتها، فاحنا بحاجه لتغيير فكر شامل للمنتخب. كتشكيله كنا متوقعين تعادل وخساره، يعني نزل بتشكيله جدا سيئه، عكس الشوط الثاني دقيقه 72 غيرت مجريات اللعبه، نزول حسين علي، زيدان اقبال، كيفن يعقوب، يعني للاسف ملعبنا وجماهيرنا ونخسر ثلاث نقاط. أداء هزيل جدا، يعني حال حال خسارة، تعادل في أرضك وبين جماهيرك حال حال خسارة، والسبب يرجع أنه مشاحنات من الجمهور قبل شهر قراج حويد روهاي، يعني التعليم المشاحنات لعبة لا هي مثل حاسمة، لا هي نصف نهائي لا هي نهائي، لا هي لعبة حاسمة حتى تنقلك إلى كأس العالم مباشرة، لعبة أنا أشوفها عادية وأنت بين أرضك وجماهيرك وهاي، فأداء هزيل. ما عندك سعد عبد الأمير عمره 34 سنة، تعال تنزل لنا زيدان أقبال، عندك لاعب شاب وموهوب، عندك يوسف الأمين متشلب بسعد عبد الأمير وأمجد عطوان، فهارت لك المنتخب. مباراة جيدة جدا، ورأينا المنتخب العراقي عندنا كم ملاحظات مثل مصطفى سعدون، يعني مو مهيئ للخط الأول للمنتخب، مثل عندنا بايش، يعني بايش يعني عنده كرات مو حلوة، يعني كظاهر وركض بيها. انت لاعب منتخب المفروض تلعب صح، راكد تلعب يعني تمريرات رائعه، يعني جيد، بس عندنا كم لاعب المفروض ما يلعب المنتخب مثل بايش ومثل مصطفى سعدون، خطا يصعد. في السياق اشارت بعض الجماهير الرياضيه في اربيد الا ان منتخبنا
الوطني أضاع عددا من الفرص خلال مباراته أمام نظيره الأردني. كابتن هارد لك المنتخب العراقي، بعض الفرص ما استغلناها بصراحة، يعني أقدر أقول مو 50-50، أقدر أقول 60% للعراق 40 للأردن. المباراة يعني أتوقع طغى عليها الدفاع، يعني دفاع الفريقين كان دفاعهم جيد، وهارد لك وإن شاء الله نعوض يعني نقطة ممكن إحنا نربح عليهم بالأردن. هاي كرة قدم والحمد لله والشكر. الكادر التدريبي يتحملها، هاي النتيجة يتحملها الكادر التدريبي. مهما نكون إنه نقول الحمد لله وشكر على كل شيء، ولو هي ملعبنا المفروض العراق يفوز يعني يفرح شعبه، يعني عندنا شعب يعني مظلوم حتى ولو فرحه ولو بقول واحد، بس الحمد لله وشكر على كل شيء، لعبنا وما خسرنا ولا فزنا، الحمد لله وشكر على كل شيء. بصراحة اليوم المنتخب يعني أدى عندنا يعني أداء ما عاجبني لا أنا ولا كل عراق اليوم يآزر منتخبه. بصراحة إحنا كنا رايدين في هالشيء أكبر بين أرضك وناسك، بين هالجمهور المرعب الرهيب، يعني بحيث انه اي منتخب يجي يلعب بالعراق مفروض ناخذ عليه 5-6، بس احنا اليوم قلنا 3 حق الضيافه. احنا تعرف اهل الكرم والطيب، احنا اليوم قلنا نعطيهم 3 ومعززين ومكرمين بين احنا وناسه. فمهما كان احنا يكون منتخب الاردن اخواننا اشقائنا على العين والراس، بس حق الضيافه اقل شيء كان يقدمون فتلت اهداف بين هالجمهور هذا من الجنوب للشمال، الصغير والكبير عاف عمله، عاف الدنيا كلها لاجل اليوم المنتخب يلعب. بصراحة الأداء اللي قدموه اليوم زيرو. والله الشوط الأول كان لهم، بالشوط الثاني يعني من أول المفروض زيدان يوسف أمين، ليش يعني ليش دي يخليهم بالاحتياط دي عان فيهم؟ والله ما دافتهم ليش، والله العظيم شفت الشوط الثاني من نزلهم قلبوا اللعبة قلب بالقرآن، ينزلهم بال75 دقيقة ما أعرف ليش بالبداية ينزلهم الشوط الثاني، والله العظيم كان أخذناهم 2 والله وما عدهم شيء، والله الأردن والله ما عدهم شيء. محليا شدد وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع على ضرورة إنجاز ملعب التاجيات بأكمل وجه، فيما أكد أنه سيتابع العمل في المشروع بشكل يومي. المبرقع وخلال إجرائه جولة في الملعب أشر عددا من الملاحظات التي تخص سير العمل، منها عدم إيفاء الشركة المنفذة بالتزاماتها، مشيرا إلى أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه فسيكون للوزارة موقف حازم. ضمن استراتيجية وزارة الكهرباء في دعم المواهب الرياضية، وقع نادي الكهرباء الرياضي عقد انضمام بطلة العالم في تنس كرة الطاولة نجلة عماد إلى صفوفه. هذا التقرير مع أحمد عودة. يقال إنه من رحم المعاناة يولد النجاح، ونجلة عماد ولدت من جوف انكسارات ومصاعب رغم سرقة الضبابين لأطرافها، إلى إنها تتحدى المنطقة والعقل بالإصرار والمثابرة وبإمكانيات بسيطة لتلد نجاحا تكون من ذهب، بعد أن رفعت نشيد العراق وعلمه في أولمبياد باريس للألعاب البارلمبية محرزة الوسام الذهبي، وتثمينا لإنجاز هذه الشخصية العظيمة وعلى الطريقة البروتوكولية، وقعت نجلة عماد عقد انضمامها لنادي الكهرباء محلقة في سمائه ودعمه كنجمة من نجوم النادي. طبعا نادي الكهرباء يشرف انه بوجود بطلة اولمبية مثل البطلة نجلة عماد. نادي الكهرباء كسب نخلة كبيرة في نخيل العراق. احد الاخوان قال نادي الكهرباء اضاف نجمة اضافة الى النجوم اللي عنده. احنا سعيدين وفرحين جدا بانضمام النجمة و العالمية نجلة عماد. وجود نجلة عماد في كادر أكيد هي راح تمثل إضافة، مو فقط إضافة للنادي الكهرباء، أنا أعتقد هي إضافة للرياضة العراقية بحصولها على الإنجاز الكبير بالأولمبياد الذهبية. فأكيد سعيدين جدا بوجود نجلة من ضمن أسرة نادي الكهرباء. جسد وروح وأمل وحياة جميعها انبثقت من نجلة، وفرحة ومنجز كتبت سطوره بسجل التأريخ بعطائها الثر الذي أفرح العراق من أقصاه
إلى أقصاها. والله شعور ما ينوصف، يعني رئيسنا للكهرباء كلش من الداعمين إلي قبل أولمبياد كان على تواصل مستمر وياي، شكرا إليه وشكرا على هذه الدعوة وشكرا على هذه الاحتفالية الجميلة، يعني قبل ما توقعت هيك راح تكون الاحتفالية، وإن شاء الله نمثل نادي الكهرباء خير تمثيل، وأوعد نادي الكهرباء إن شاء الله أنه بالاستحقاقات المقبلة وبالدوريات أنه نعمل كل جهدنا حتى نحقق إنجازات. نجلة عماد تصفها كلماتي ليس لكونها امرأة عراقية قوية ومثابرة، لكن الصعاب التي عاشتها والظروف التي مرت بها لو كتبت عنها لباتت رواية، ولو تمعنت قليلا بطموحها لأصبح هواية، شخصية فذة تكرس وتدرس لفيض عطائها الذي لا ينضب. للعراقية الرياضية أحمد عودة. تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الأولية لدوري النخبة بكرة اليد، ويواجه فريق ديالى فريق الكوفة، بينما يلتقي الحشد مع الناصرية، فيما يسعى ذي قار لتحقيق أول فوز له أمام نفط البصرة. هذا وتستكمل المباريات يوم غد، حيث يستضيف الكرخ فريق الفتوة، ويواجه جيش السليمانية، كما يواجه الشرطة فريق القاسم، وتختتم الجولة بلقاء المسيب وبلدية البصرة. تنطلق اليوم الجمعة الجولة السابعة من دوري محترفي كرة الصالات في بغداد والمحافظات، حيث تقام ثماني مباريات في أبرز اللقاءات. يستضيف المتصدر دجلة الجامع حامل اللقب نفط البصرة في قاعة الجيش، كما يستقبل الشرطة فريق المصافي، حيث يسعى كل فريق لتحقيق النقاط المهمة للمنافسة على القمة. مشاهدينا الكرام، النشرة مستمرة وفيها تتابعنا دوليا. للمزيد تابعونا عبر موقع التواصل الإلكتروني، هذه تحيات قسم الأخبار، السلام عليكم.